شباب تعالوا نحل مع بعضينا على قواعد وكلمات يونت 2. أول جملة طبعا الحل بتاعها هيكون كلمة stereotype ومعناها تفكير نمطي أو صورة نمطية، عشان معنى الجملة بيقول كده إن ذا of the woman at home maker، فده بتتكلم على المرأة كهوم ميكر. طبعا لأ، هي بقت stereotype دلوقتي، حاجة الصورة النمطية لازم تتكسر. China has made a significant، طبعا هتشوف كده الجملة in developing vaccine، يبقى عملت contribution. The answer is contribution. At number three, he at the University of Ohio. فهتبقى جملة هنا إن هو بيعمل محاضرات هناك، فيبقى lectured. Role طبعا الحل بتاعك هو role model، معنى اللي هو القدوة أو المثل الذي يحتذى به. He won many، اللي فاز بحاجة رسمية بيبقى اسمها awards، طبعا بمعنى كلمة جوائز. اللي بعده my English at university، يبقى lecturer اللي هي معناها محاضر lecturer. It's a to think that all footballers، فالحل هنا ما فيش غير it's stereotype، لأن التفكير طبعا غلط. Don't worry everyone has، everyone و anyone و دي كلها بتاخد فعل مفرد، لكن لما تجيب على ضمير بيبقى ضمير they، فالحل هنا there. A is a qualification given to someone who has successfully كذا، واحد عدى من كذا خلاص، عدى من اختبار، عدى من أي شيء، فبيبقى degree، خلص دراسة جامعية فيبقى برضه بياخد degree. The Australian player Rod Laver won the، طبعا هنا هيبقى الحل هو Grand Slam، ودي دورة للألعاب التنس. The great boxer Tyson is the second، طبعا دايما بيفوز في second round اللي هي الجولة التانية. As well as writing on books on، طبعا كتب عن ايه؟ عن المجتمع والثقافة society. Some students need more، بعض الطلاب بيحتاجوا في شوية ايه؟ encouragement، تشجيع. My cousin is and can't walk، ما بيعرفش يمشي، يبقى disabled. Disabled معنى معاق، و encouragement معنى تشجيع. مو صلاح is a player، طبعا هو لاعب ايه في ليفربول، طبعا معروف ان هو لاعب محترف لانه بيكسب فلوس من ورا شغلته، مش شرط يبقى بلاب بره، بس ادام بيلعب عشان فلوس يبقى professional. The expert في the interaction of matter and the energy of the physical universe، فمفيش أي حل غير هنا كده غير الفيزيست اللي هو العالم الفيزيائي. The major to achieving، أكبر حاجة في المشروع ده هو إن مفيش فلوس كفاية، فالحل هنا يبقى obstacle، طبعا معناها إعاقة، بس طبعا معوق مادي اللي هو حاجة تعوق المشروع، لأن قال لك there aren't enough funds، مفيش رأس مال كفاية. In undeveloped countries illiteracy lack of national awareness there، فالحل هنا بيقول إن ده بيعكس الأمية، بتعكس الفقر، واللي هو طبعا فقر الوعي الوطني. The problem is difficult but I'm doing my best to، طبعا overcome it بمعنى يتغلب على أو يحل overcome. I never that woman، أنا عمري ما إن الستات are less efficient than men. يبقى أنا عمري ما افترضت ده. كلمة يفترض هي كلمة إيه؟ أيوة resume، لأ assume. لأن كلمة resume بمعنى سيرة ذاتية، أما assume بمعنى يفترض. There shouldn't be against people of different cultures، فمفهوم مبقاش إيه؟ تعصب اللي هي prejudice. طبعا الفرق بين prejudice و bias إن bias بيبقى طرق كتابة أو أفعال مش ملموسة، أما prejudice لازم تعصب وأفعال دمار وغيره. That shows this data that okay to hold the great event in Egypt، فتبص كده هتلاقي ان مين اللي تشوز these dates to hold the great event in Egypt، ايوه مفيش غير الاورجنايزرز المنظمون. The level of education in the countries is very high، يبقى البلاد الايه المتقدمة developed،
أما البلاد النامية يتقال عليها developing countries. developed متقدم، developing نامي. the president's achievement have، عايز هنا بقول أثر، فهنا في عندك كلمتين معنى أثر، يؤثر، affect و influence. عشان ما تستعجلش مش هتجري تحط affect على طول، لأن أنت عندك فيها have، فالحل بتاعك لازم في البي بي الباست بارتيسيبل يبقى influenced. طبعا هنا لازم تعرف ان مش لا يشترط ان الجمله تبقى جرامر بس او فوكاب بس، ما ممكن يلعب على الاثنين، ممكن يلعب على حاجه زي دي. دكتور احمد زويل is a or an person in the field of science. هنا بقى بقول له ايه، شخص مؤثر، ما فيش عندك اي حاجه هنا تنفع غير كلمه influential. You should keep these documents. حافظ على الايه، الدوكيومنتس دي، they are very important. طبعا my friend is quiet and does okay he is quiet and does not often laugh. doesn't laugh يبقى serious. معنى جد، your my friend is serious, quiet. طبعا انت هتقول الجملة كده صح، لكن لو ركزت معانا هتلاقي في حتة تانية، انا بوصف الصفة quiet فانا عايز الادفرب، فما فيش غير seriously quiet. شفت اهو، ده تاني جرامر مش مجرد كلمات، يبقى ما تشترطش ان الجملة تبقى vocab بس او جرامر بس، ممكن يلعب على حاجة زي كده. my friend is quiet is a quiet. quiet يعني هادئ، and doesn't laugh وما بيضحكش كتير، فيبقى الحل بتاعك هيكون ايه؟ بعد كده يا شباب هنشوف الجملة بتقول I'll hold a big party in of my father، فحلت ايه؟ تكريما لأبي، يبقى in honor of my father. What are the necessary of good teachers؟ عايز ادور على ايه؟ السمات، qualities. طبعا هنا كلمة qualities معناها سمات، ما اقولش morals، لأن morals معناها أخلاق. qualification، ما فيش حاجة the necessary qualification، مؤهل ضروري، لأ انا بتكلم مؤهل هنا معنى مؤهل دراسي، مؤهل جامعي، لكن انا بقول الصفات في الجود تيتشر، انا ما اقولش تو بيكام ا تيتشر. اوكي طيب، وي ار ا بروجكت اباوت اركيولوجي ان ايجيبت. طبعا كلمه هنا بروجكت تاخد دو بروجكت. جوبز كان جيف رايترز، ايوه بتدي رايترز ايه، اكسبيرينسز، لخبرات في الحياه، لا هي بمعنى التجارب في الحياه، لان كلمه اكسبيرينس كخبره ملهاش جامعه، لكن experience كتجربة حياتية لها جمع experiences. أحمد زويل made great، طبعا هنا contributions معنى إسهامات. طه حسين spoke have been translated into many language، طبعا including English, French and كذا، لأنها تتضمن العديد من اللغات. The global distribution of wealth reflects high levels of، طبعا بيقول لك في فرق كبير قوي بين الناس وبعضها. بعد كده يا شباب طبعا بيقول the global distribution of wealth reflects high levels of، طبعا هنا بقول عدم المساواة inequality. I am to my friends for their encouragement، يبقى I am grateful، معترف بالجميل. Many people have grown up، كبروا طبعا على كذا، grown up reading يعني كبروا هم بيقرأوا كذا. Patience is the most important quality، بمعنى صفة أو سمة. He from Cairo University، يبقى he graduated، تخرج. The company hopes that it's well كذا، فهنا ما فيش، بيقول الشركة تتمنى إن إيه، مبيعاتها طبعا products معنى مبيعات أو منتجات. Its products will sell very well in the new year and achieves great profits. In summer the sun طبعا تشرق، يبقى rises. There have been significant computer during the last decade، طبعا عايز معنى تطوير، فما فيش عندك غير كلمة developments. That place is popular، you better check the of tickets، فهنا الحل هيكون availability بمعنى متاح أو الإتاحة. The manager thought my CV was impressive، طبعا يعني مبهرة، so I was appointed.
as a sales rep. وكلمة rep هنا اختصار كلمة representative معنى مندوب. Representative, representative معنى مندوب. The dealer takes a 20% on the sales. يبقى هنا هيبقى ايه؟ ايوه كلمة نسبة اللي هي commission. A is a competition where there are number of people competing to win a cup. فهنا ما فيش غير tournament دورة ألعاب. In a very okay no in an interview after long after the match she said she was proud that عشان في بعدها جملة بس فينا كلمة what she said what she had achieved. فيبقى هنا الحل بتاع حضرتك هي فخورة بكذا فهنا ما فيش غير proud of. Mayar became the first Egyptian woman to a match at major tournament. طبعا هنا فازت win. طبعا سامحوني الصوت مختلف بس انا بسجل وانا تعبان. مو صلاح ذا ليفربولز فوتبول اوكي فوتبول اي ستار. طبعا she has received a big from the Egyptian public. يبقى هنا الحل reaction. COVID-19 is still spreading but the light is at the end of the tunnel. هنا معناه ان في امل في اخر النفق. يبقى معناه ان في امل ان الدنيا تبقى كويسة. يبقى هنقول ان we should have a lot of hope even though everything is dark. We shouldn't okay. طبعا هنا ما فيش غير letter C هي الصح. I was invited to a wedding party. That was very beautiful. Her dress, كذا يبقى كلمة على العروسة bride. طبعا ملاحظين كلمة bride جنب واحدة تانية bride. Bride التانية دي اللي هي letter D اللي هي دي معناها الفخر أو الكبرياء. When I gave the poor man some money, he my hands to thank me. فطبعا هنا هنقول أيوة كلمة يسلم يبقى هي شيك ولا شوك. بص لو عايز تعرف الفرق ايه الاتنين صح اذا كان كلمة شوك ولا كلمة شيك. بس علشان الجملة بتاعت حضرتك ماضي فيبقى الحل بتاعك شوك لان هي شاك شوك شوك. اوكي شيك شوك شوك. People think that the presence of criminals to their village will problem. فين الحل هيبقى ايه؟ ايوه كلمة ستار. وهنا بمعنى ايه ستار؟ ستار هنا جاء بمعنى يوضح او يبين وليس بمعنى نجمة فخلي بالك منها. Number 54 do you know what شيكابالا بليز ات. فالحل هنا هيبقى ايه؟ ايوه لو هتشوف كده هنتكلم على البوزيشن بتاعه لان بوزيشن طبعا في فرق بين كلمة بوزيشن ولوكيشن زي ما احنا عارفين. كلمة بوزيشن اللي هو موقع في ملعب او منصب في شركة وهكذا يعني بالعربي كده موقع استراتيجي مش موقع جغرافي يعني مش لوكيشن. A lot of people like eating the meat. فطبعا هنا مفيش غير لام ميت. طب انت بتهيألك كده انهي لام فيهم سي ولا دي؟ برافو عليك سي لان دي جايب معنى لامب اللي هي مصباح. لكن لام اللي هي ام بي بوي لام لتر سي معناها الحمل او الخرفان الصغيرة. The logo في الأهلي كلاب is the flying in the sky. فيش حاجة غير هنا كلمة eagle معنى الصقر. My brothers got out through the rain when they returned there. أيوة they were covered in a برافو عليك. ما هم جريوا في ايه؟ جريين في المطر فراجعين مغطيين بالطين mud. خرجوا في المطر فطبعا مغطيين بالطين. When my friend traveled, I felt lonely and bored. Amr has worked abroad and formed a huge. He has bought a lot of houses. يبقى عمل ثروة. يبقى fortune. The lights went out suddenly, so my mother used a to see while cooking. فما فيش عندها غير كلمة torch بمعنى مصباح. طبعا دي من كل كلمات القصة خلي بالك. Workers who build houses
wear not to be hurt by. يبقى بيلبسوا ايه هنا عشان خاطر ما الاسمنت ما يأذيش رجليهم؟ يبقى boots. اني boots فيهم؟ letter A. لان letter B كلمة boots دي معنى مراكب. You should the sugar through the tea to be أقلب اللي هي كلمة stir. برافو. برضو دي يا ولاد كلها من كلمات القصة، خلي بالك. Some people should be patient if they want to be well done. فالحل هنا هيبقى لام اللي هي اللحم الحمل، لحم الضاني يعني يا ولاد. When he the books he heard something. يبقى لما هز الصندوق يبقى كلمة شك. The mother of the cried during the wedding. She didn't imagine the house without her. يبقى bright. The woman old. Okay, sorry. The old man was to the boy who for bringing him something to eat. فما فيش غير كلمة grateful. He was that he had lied to his children. يشعر بالخجل، يشعر بالخزلان. He was ashamed. طب ايه الفرق بين ashamed و shy؟ shy دي يا ولاد اللي هو الخجل الطبيعي اللي هو الفطرة اللي جواك، لكن كلمة ashamed تشعر بالخجل أو الخزلان لحاجة أنت عملتها سيئة. Ali's father was a man who taught Ali to be a famous lawyer. فهنا مفيش غير كلمة kind طبعا. Two is control feeling or a problem that prevents your okay. حاجة بتمنعك، مشكلة بتمنعك، فأنت لازم تتغلب عليها. Overcome. I never forget the day my daughter put on her wedding dress and became a bride. Our great army protect our borders بمعنى حدود with other countries. He didn't start until he was 25. He didn't start writing. Since he became famous, his books have been translated معنى يترجم. The great number of students absent yesterday because of rain. نركز مع بعض ونقول لك حاجة مهمة. لو انت فاكر معانا قلنا ان a number of بتاخد فعل مفرد، سوري a number of بتاخد فعل جمع، اما the number of بتاخد فعل مفرد. فالحل هنا بيقول the great number of students، طبعا هنا بيقول was absent because كذا. الحل هنا was، لان ذا great number بتاخد فعل مفرد مش جمع. لو كانت a كنا عملنا were. اللي بعده اولاد. He saw some boys being very outside the school عشان بيعذبوا طبعا البرم حجارة على قطة، فدول طبعا cruel. The FIFA World Cup is an international طبعا tournament دورة ألعاب. Neither children are very well طبعا هنا well behaved إن هم متربيين كويس. The report طبعا هنا هنقول based on ولا طبعا لما تركز كده الجملة هقول the report on this graph is very true. فدي اصلا اختصار لحاجتين كده، فانا المفروض نقول which، هنا نقول the report which was based on عشان في كما بعدها. فالحل هنا هيبقى based on على طول من غير was علشان وجود الكما. لو مفيش كما كنت هتقول was based on على طول. The first of a sporting competition فهنا هيبقى اول جولة اللي هي round. In Tennessee you play on a طبعا هنا court اللي هي الملعب بتاع التنس. في ريال أشرف history طبعا صنعت لها تاريخ يبقى made. The doctor's smile our hopes the wedded men آمالنا يبقى raised. My father always encouraged me to in conversations فيبقى take part in يعني شارك. There was a at the university about new technology يبقى في ايه في أيوة محاضرة. برافو عليك. The head teacher, the students before the visitors gave her talk. فيبقى الحل هنا ركز كده الجملة before the visitors gave her talk. فالحل يبقى ايه؟ ايوه silence. برافو. سكتتهم طبعا علشان
في حد حيكلم. He took the full طبعا مسؤولية responsibility هي الحل الصح اللي يتحمل المسؤولية كاملة. Patience is the most important quality طبعا بمعنى سمة أو صفة. Many people think that teaching is difficult but it's a worthwhile job يعني وظيفة تستحق الاحترام. The tourists went on tour, tour visiting all sites بيزوروا جميع الايه المواقع والاماكن. فهنقول ان هم راحوا في ايه، ما فيش غير طبعا اللي هي رحلة ثقافية او جولة تثقيفية اللي هي cultural. Many okay I'm so sorry my history teacher made decision to become a teacher. فطبعا هنا هيقول اللي هو أثر على my decision قراري. My history teacher influenced my decision to become a teacher أثر على قراري إن أبقى مدرس. Don't lose those forms they are very أيوة important. برافو عليك. We to visit Rome for holidays next year فاحنا خططنا we plan. The school secretary is responsible for طبعا مسؤول عن. I myself goals and plan too يعني الأول بدي بعمل خطط بعمل هدف وبعد كده بحاول أحققها فيبقى I give. Level you reach you can dig better طبعا مهما توصل whatever whatever level you reach. We that young teacher was worried يبقى احنا أدركنا معلومة we realized. You are very natural طبعا هنا with the students يعني تتصرف تلقائية مع الطلاب. He's grumpy this means he's bad temper طبعا grumpy يعني ايه غاضب. Women wants a complete equality in rights and there is with men the antonym of equality inequality و prejudice. طبعا هنا هتركز هتنقل الاثنين صح اللي هي B and C هي الحل الصح. I was beaten in boxing was beaten هنا معناها طبعا اتغلب يبقى lost to. ده طبعا الأسئلة بتاعت choose بتاع الكلمات. دلوقتي هندخل على تشوز الجرامر وطبعا ترانسليشن سهل عليك انك تعملها لوحدك ولو في مشاكل ترجع لنا في الحصة عشان نقولها. طبعا يا شباب احنا عارفين ان الجرامر بتاع يونت 2 على الباست بيرفكت باشكاله هو الباست بيرفكت كونتينوس والادجكتيفز اللي هي الصفات. تعالى نحل مع بعض. طبعا احنا عارفين ان لازم واحنا بنحل نركز على فكرة ان مضارع مضارع ماضي ماضي عشان ما نلخبطش الدنيا واحنا بنحل. طبعا هنا الجملة بتقول في كلمة before فالحل بتاعك هيكون حل هنا طبعا هيكون had already visited. number two في هنا verb ing بس عشان في سرعة في action فيبقى الحل هنا on بمعنى عنده. هنا الجملة في past form فيبقى الحل بتاعك had. by 2012 أدام الرقم عدى خلاص يبقى هتستخدم past perfect فيبقى الحل had written. اللي بعديها هيبقى before that equal after فبعدها had وال past participle had crossed. having معاها ال past participle على طول يبقى having done. no sooner بيجي بعدها had فاعل past participle لكن ممكن برضو تبقى did we hear بس هنا مش عايزينها. he got into the class طبعا لما شاف المدرس جاي يبقى when. تاخد فيرب ING مفيش عندك غير on عشان معنى الجملة. طبعا by the time he was 12 يبقى كان حفظ خلاص يبقى الحل had kept. when he returned لما راح اكتشف انه ساب التليفون اللي اختفى فالحل بتاعك يبقى had disappeared عشان ماضي. before مفيش فاعل يبقى فيرب ING leaving. by the time I arrived at school the bell had already rung. after they had won. while Nermeen went back to school she found she had written عشان خلاص الجملة في الماضي لأن الحدث الثالث دايما بيكون ماضي تام لما يكون في حدثين الثالث بيكون ماضي تام. after he had examined the athlete the doctor طبعا بعد ما تم اللي هو بعد ما
فحص الرياضي الدكتور اداله كذا يبقى جيف على طول. The train بيقول لك before we arrived يبقى the train had left. I heard the good news طبعا هنا هيبقى once. once هنا equal after. The team وفي معاك كلمة before في النص يبقى had been. واحدة من دول صح، مفيش غير letter B هي الوحيدة الصح عشان الشكل بتاعها. because بعدها past perfect أو past perfect continuous عشان all فيبقى had been raining. I was exhausted because وبرضه في كلمة all day يبقى had been working. I didn't send the report until I had revised. Got it until. My uncle for the company for 10 years when he got. يبقى اشتغل هناك لمدة كذا لحد ما اترقى يبقى had been working. Having بعدها الباسبورت successful فيبقى الحل بتاع حضرتك found. البرنامج كان بيتعرض لمدة كذا يبقى had been working عشان في for والمدة. As soon as I heard ده هنا as soon as وبعدها past simple يبقى الحل التاني past simple برضه يبقى congratulated. My brother short stories for 3 years before he published يبقى had been writing عشان في مدة. The match had begun عشان قال لك احنا ملحقناش البداية. After ياسر هنا مفيش مدة ولا حاجة، هنا في مجرد عدد chapters يبقى had read. Ready for the party before the guests فأنت بتتكلم على ماضي يبقى had got. I by last night قبل منتصف الليل قبل الليل. أيوة صح had finished لأن أقول لك قبل الأمس. Had you been waiting for Hella for a long time before she before بعدها بس symbol يبقى arrived. He was overjoyed because he had paced. عشان ما ينفعش تقول لك had been pacing، ما ينفعش. She was exhausted because she في all day يبقى had been working. خدت بالك؟ احنا بنحل وبعد كده بنشوف الإجابة اللي احنا عايزينها فين. هو ده الحل الصح للجرامر. after من غير فاعل عايز فيرب ing فالحل بتاع حضرتك doing. ممكن يبقى being done في حالة الباسيف. As soon as he see the criminal. أيوة هنا بقى الجملة إيه؟ آه سوري آسف. As soon as you see يعني present يبقى الناحية التانية إيه؟ شفت بقى؟ تليفون على طول. طب لو كان في subject قلت will telephone. هنا تليفون ليه؟ في present. Bread before you come. come هنا مضارع يبقى عايز قبلها future يبقى will you buy. هنا الجملة بتاع حضرتك ماضي وفي كلمة when في النص وفي مدة يبقى had been waiting. She three lessons before she went to bed يبقى had revised مفيش مدة. I the house until the doctor had become يبقى I didn't leave عشان قالت until. I saw my friend Ferris last week. I بص بقى في سنس اهي بس في جملة في الأول ماضي فأنت تلعب برضو على الماضي يبقى I hadn't seen لأنك already خلاص شفته فعش تقول لي haven't seen ولا hasn't seen ولا كده. طبعا هنا الفعل بتاعك في مدة اه بس في كلمة نو ونو من الأفعال اللي ما تجيش مع ING. ما احنا عارفين إن أفعال الحواس والشعور والإدراك والملكية لا يأتي في صيغة الـ ING فما ينفعش أقول لك I'm loving you ولا I'm knowing you. فالحل هنا had known بس من غير ING. طبعا all evening و by the time يبقى قبلها had ونشوف اهي had you been doing. She refused to lend her camera until she refused to lend me a camera until I صح had promised. مش بدك الكاميرا غير لما توعدني had promised. Unfortunately I got low marks. I wish معاها الماضي يبقى ماضي تام had studied. Before Marika published her report, she رجعته كذا مرة. أيوة صح had tested تم اختبار عليه 17 sets. اختبرت. Historians
believe that she more than 5,000 patients in her community before. هنا مفيش غير كلمة had treated. فيش مدة عشان أقول had been. We given tickets before we went. تبقى تيرا طبعا في الباسيف had been given. I for an hour before my brother came back. يبقى هنا had been waiting. هي الحل الصح. طبعا هنا الحل بتاع حضرتك في كلمة before فيبقى برضو الحل بتاعك had you bought. مع كلمة until قبلها future لو بعدها present بإن مفيش بعدها present بعدها past فتلعب على الباست عادي didn't know. شوف أنا قلت إيه لازم تشوف اللي بعد until قبل ما تحل لو سمحت بلاش أربعة من فضلك. أوكي طبعا the fire before the fire أيوة صح هنا يبقى هي طبعا تم تطفئها يبقى had been put out. Samir was sorry when the furniture factory closed. هو كان شغال فيه لمدة كذا يبقى الحل بتاعك had worked علشان بس هنا ما فيش عندك had been working. اوكي هنا بيقول كنا بنناقش المسألة لمدة كذا لحد ما حصل كذا يبقى had been discussing. شوف المدة مسكوتة قال for an hour. The police couldn't find the little girl who disappeared لأنها اختفت فقط. بس عشان تشوف الجملة بتاعتك هي في الماضي يبقى had disappeared اختفت مش had been disappeared اتخفت ما فيهاش طبعا. We won't stop climate change. Everyone understands benefits. أيوة يبقى احنا مش هنوقف كذا غير لما يبقى until. Some diseases can be cured even after حتى لو بعد كذا. Before abroad فهنا before من غير subject يبقى verb ing يبقى traveling. بعد كده scientists begin to suggest more natural وفي after من غير فاعل فيبقى صح برافو عليك discovering. ده كان الجرامر بتاع unit 2 part 1. نشوف مع بعض الجرامر unit 2 part 2 اللي هو الadjectives. طبعا احنا عارفين ان في بعض الكلمات توضع مع الدرجة التانية للصفات فكلمة much و far و a lot وكده فهنا ما فيش غير كلمة a lot عشان في كلمة more. علي is as وقال لك height يبقى as tall as. Perhaps أنا كنت شكلي سيء بس هي أسوأ مني فهنا مقارنة بين اتنين يبقى worse. Cars are twice as في as يبقى as expensive as. Sammy speaks French أيوة worse than أسوأ من بيكتبه. I love all my family but I love my father أيوة برافو عليك اللي هو the most of all الأكثر. I'm very clever at cooking but my mother is the cleverest. The bridge over the valley is built on a في هنا زان يبقى a bigger scale. When the bus plunged it was the most طبعا عشان دي أسوأ تجربة في حياتك most shocking. Who is وفي of the two أدام of the two يبقى الحل بتاعك درجة تانية يبقى taller. I think reading a novel is more, much more, طبعا من غير تفكير. The results show that they weren't, وبيقول لك حاجة مش أحسن حاجة يعني, اللي يبقى the most useful. It was much, يبقى درجة تانية يبقى much sadder. وفي كمان لو لاحظت هتلاقي في زين كمان اهي. شايفها؟ ادي زين. She has already contributed a lot of programs but she is في impatient then يبقى ما فيش غير حضرتك هنا a bit more لان في then فدي درجة تانية لازم معاها more وعلشان انا بقول درجة اقل يبقى a bit more patient. What was even then يبقى even more surprising. She didn't like them much and preferred to work with people who were kinder. طب ليه kinder؟ لأن أنا بتكلم ما بين الناس دول والناس التانيين، فأنا مقارنة بين كائنين. We named her after the most أيوه her إيه بقى؟ صح her most cheerful
طب ليه ما نقولش ذا؟ لان في هير، يبقى ذا ازاي؟ اوكي، عند وجود ضمير ملكيه ما تستخدمش ذا. James had always thought that his sister was، وطبعا عن كذا يبقى wider than his siblings، لما اخواتها. China is populated country in the world، يبقى the most. The more you practice، ايوه، the fitter you become. fitter اللي هي التالتة. Mr. Osama is wearing the same suit as، يبقى exactly، طبعا exactly the same، اما almost بتبقى اللي هي الدرجة التانية. My new flat is as، ايوه، يبقى almost as wide as، طبعا هنا مش معناها بالظبط، almost يعني تقريبا. The exam was slightly than، يبقى الدرجة التانية، يبقى slightly easier. Who is، منى ولا سهى؟ يبقى بتكلم على الأكبر، يبقى who is younger. ممكن تقول the younger، بس هي younger أحسن. Who is younger؟ من الأصغر؟ Cars are twice as، في as يبقى صفة عادية، expensive. Going by plane is a lot، عشان في more expensive. The more effort you make، the more effort you make، the higher marks you get. Everest is the world's، طبعا هنا هيبقى highest mountain، عشان دي مقارنة بين واحد أكتر من واحد، وعشان في أبوستروف اس ملكية، فما ينفعش أقول the highest. The pyramids are the building in the world، فيبقى هنا هيكون the greatest. This winter was then، يبقى colder than. This idea is، يبقى as good as. The more you work، the more you gain، عشان مقارنة بين اتنين، كلما كلما. امبارح كان صاحبي مريض، النهاردة أحسن شوية، يبقى better. علي is loved by all، أيوة، as he is a، صح، في زين، يبقى الحل بتاع حضرتك more much، لا طبعا far more. طب ليه؟ ليه؟ لأنها much more مش more much. أوكي، طيب. Whenever we stay at this hotel we sleep exactly in the same room، نفس الأوضة. Petrol في expensive as، يبقى مفيش غير as. طب فين as هنا؟ اهي almost as. Of the two sisters Nada is the taller، طبعا هما اتنين. In my opinion the exam، the math exam is easier than this exam، يبقى هنا ايه؟ صح، much، لان اصلا في درجة ER، يبقى دي درجة تانية. ماشي. Nahid is tall but her brother، يبقى much taller. Aya and Yamna are the same age، لأن هنا عايز نفس السن. Of all the bands his this singer sings، أيوة، more beautifully. طب ليه ما نقولش the most؟ هنشوف بقى. Of all the band، ده هي ايه، بتغني الأفضل، يبقى فعلا هنقول sings the most beautifully. طب ليه مش beautiful؟ لأن أنا بتكلم على الغنى، إنها تغني. He was player in the team، يبقى he was the best. Football is game in many countries، يبقى football is the most popular. This shop is the nearest one، near to، far from، يبقى الحل هنا to. أحمد was to arrive، يبقى الأخير في أن يأتي، يبقى the last to، ودي دايما تيجي معاك، the first، the second، the last، الحاجات دي لازم معاها to plus infinitive. Sarah is much، وفي زين، يبقى much more intelligent. Can you walk more slowly؟ يبقى can you walk، أيوة، شوف كده الجملة صح، برافو عليك، يبقى مفيش هنا غير كلمة slightly، لأنها تأتي زي much more و far more وكده. It's strange to find BMW exactly the same price as. Their house is almost two times as big as.
Your daughter is getting أيوة getting إيه taller على طول تكبر يعني بتطول. We can't طب ليه ما قلناش زين يعني ما فيش درجة تانية ما قلتش أكتر من مين أدام ما فيش اسم تاني ما ينفعش تقول غير الصفة عليها ER بس. We can't live in this house we need a bigger one عايزين واحد أكبر a bigger one. The meal was too salty. It was the worst meal I've ever had. Meals with meat are usually the most expensive. عشان أغلى وجبات. Food in the countryside is food in the cities. يبقى more traditional than. When we are traveling, the less luggage you carry, the better على طول. الأفضل. لأن في ER, ER. The exam was quite easy. It was easier than we expected. أسهل مما توقعنا. He is very depressed. He got the least. طبعا خد أقل درجة. When should I repay him? The sooner the better. كل ما يكون أسرع كل ما يكون أفضل. Silk shirts are more. يبقى much طبعا. Much more. You should eat less. كل أقل لو أنت عايز تبقى كويس وتخس وزنك. كده يا ولاد ده جرامر وكلمات يونت 2.